من المنطقة الحدودية مع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أبدأ معك من آخر التطورات، حيث أنت بالأمس كنت تقول بأن عادة في هذه الأوقات تكون الأمور هادئة نسبيا ثم يتم التوتر والتطور. هذا صحيح. هذا الصباح أيضا هناك نوع من التريث في إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والمدن جنوب إسرائيل. في الساعات المقبلة سنرى ذلك يحدث وصولا إلى تل أبيب ربما في ساعات ما بعد الظهر والمساء كما بالأمس تماما. على المقلب الآخر، الغارات الإسرائيلية مستمرة. إسرائيل تقول إنها استهدفت 100 موقع أو شنت 100 غارة الليلة الماضية على أهداف داخل قطاع غزة، وأنها ستواصل هذه العملية الجوية الهادفة إلى تدمير البنى التحتية في المنطقة الشمالية وفي مدينة غزة. نعم. ومحاولة إجبار السكان هناك، من تبقى منهم، على النزوح إلى المنطقة الجنوبية تمهيدا للعملية البرية. ماذا أيضا عن خطط إسرائيل لإجلاء سكان بلدة كريات شمون القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ أنا أعلم أنك في ناحية أخرى، ولكن ماذا أيضا من معلومات حول هذه النقطة وعمليات الإجلاء، وأين يمكن أن تصل أيضا، في أي المناطق إلى أي المناطق؟ هذا يدلل على أن إسرائيل تخشى من سيناريو اشتعال الحدود الشمالية حربا حقيقية مع حزب الله، الذي يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يملك قوة 10 أضعاف قوة الفصائل الفلسطينية. وبالتالي بالأمس بعد إطلاق 20 صاروخا تبنت حماس الإطلاق، لكن إسرائيل تتهم حزب الله بأنه هو من يقف وراء إطلاق هذه الصواريخ. تقرر إجلاء السكان من تبقى في كريات شمونة إلى فنادق ومناطق داخل إسرائيل. هذا يدلل كما قلت على إمكان أن تكون هناك جبهة برأي إسرائيل عندما تبدأ العملية البرية. هذا يتصل أيضا بقلقها من جبهات أخرى حتى بعيدة جدا. بالأمس التقديرات الإسرائيلية كانت بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ مدى 2000 كيلومتر، أطلقت عدة صواريخ وأطلق صاروخان و8 مسيرات اعترضت من قبل بارجة أمريكية. هذا يعزز المخاوف لدى الإسرائيليين بأن الحديث قد يكون عن حرب إقليمية شاملة وليس عن حرب على قطاع غزة. لا تريدها إسرائيل، تريد التركيز على قطاع غزة، وبالتالي هذا دور الأمريكيين أساسا في المنطقة الآن. بالنسبة أيضا للاستعدادات والتي كنا تابعناها معك على مدار الساعات والأيام الماضية، الاستعدادات من الجانب الإسرائيلي للعملية البرية، وأي جديد يتعلق بها؟ لا جديد في ذلك. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يوشك أن يتم الاستعدادات للدخول البري. هذا قرار بيد الحكومة الأمنية المصغرة بمعنى المستوى السياسي. إسرائيل المؤشرات بأن ذلك قد يكون قريبا، ولكن حقيقة لا تبدو إسرائيل متعجلة أساسا في هذه الحرب، لأنها حرب طويلة. هي تدرك بأنها ستقاتل 3 أو 4 أشهر داخل قطاع غزة، وبالتالي لا يضبطون الوقت غدا بعد غد وما إلى ذلك. هم يحضرون لمثل هذه العملية عندما يتخذ المستوى السياسي القرار. أنت كنت أشرت إلى أنه ربما هناك أيضا علاقة بين إدخال المساعدات وبدء العملية البرية. اليوم من المفروض أن يفتح معبر رفح أمام دخول مساعدات. إسرائيل تقول إنها لن توقف النار أساسا، لأن الحكومة التزمت أمام الناس في إسرائيل بأنها لن تتعاطى إيجابا مع أي مساعدات لقطاع غزة طوال هذه الحرب. نعم. وبالتالي ستواصل القصف، لكن يمكن أن تقصف في الشمال وأن تتريث في الجنوب، هذا أمر واضح. سنرى إدخال هذه المساعدات. بعد إدخال المساعدات عمليا للرأي العام الدولي عندما تبدأ بعملية برية وقد أدخلت مساعدات، هناك فرق بين عدم إدخال أي مساعدات وعملية برية واحتلال غزة أو أن تدخلي مساعدات. هذا قد تستغله إسرائيل عمليا في تحسين الوضع دوليا من حيث الرأي العام. ونحن نتحدث معك، نعرض هذه الصور المباشرة.